إذا فلنطمئن على مستقبل كرة اليد المصرية والأهلوية أيضا، لكن كرة القدم ولا ولا صوت يعلو على صوتها، هذا الأسبوع يمكن فرح جمهور الأهلي جدا باختيار عالمي، اختيار لأحد المواقع الرياضية العالمية الكبيرة، سوبر باور فوتبول صفحته على الإنترنت اختارت أو صنفت الأندية العالمية حسب عدد البطولات، فكان الأهلي المصري الأكثر نجاحا في كرة القدم حول العالم. بص اللقب وشياكته. الاهلي الاكثر نجاحا في كرة القدم حول العالم، صحيح ان هم ما ادوناش كل البطولات وخدوا مننا بعض البطولات، بس حتى باللي خدوهم يعني الاول يعني ايه خدوهم؟ يعني يعني هو ما من... حسبش 16 بطولة دوري القاهرة للاهلي ودي بطولة رسمية قبل ما تبدأ يعني كان الاتحاد المصري دي البطولة الرسمية بتاعته دوري القاهرة هت هتوسع الفارق دي 16 بطولة كان في كاس للاتحاد المصري لكرة القدم سنة 90 لما اتلغى الدوري اثناء مشاركة منتخب مصر في كاس العالم واستعداداته نظم الاتحاد المصري مسابقة رسمية كاس الاتحاد فاز بيها النادي الاهلي الجماعة دول ما حسبوهاش كمان ما حسبوش كاس الاتحاد او كاس الجمهورية العربية المتحدة بين الوحدة بين مصر وسوريا انا رأيي نبعت له 61 دي كانت دولة يعني مصر وسوريا كانت دولة واحدة فدي بطولة رسمية لكيان سياسي كان موحد ما اتحسبتش ومع هذا كان الاله الاكثر نجاحا ب 118 بطوله محليا وقريا تفوق على رينجرز الاسكتلندي صاحب البطولات الكتيره اللي عنده 115 بطوله ناسيونال الاوروغوياني 113 بطوله برشلونه الاسباني العتيد العريق وتسعين بطوله الملك الكبير ريال مدريد 90 بطوله بصوا الاهلي الريال 90 برشلونه 91 الاهلي 118. طبعا عارف قوي حد هيقول المقارنات ايوه ما هو انا لما بقارن بقارن الاهلي على صعيده على منطقته بطولاته المحليه وبطولاته القاريه. لا انا لو انا بلعب في النطاق الاوروبي هاخد نفس المزايا اللي واخدها الدول الاوروبيه من الامكانات من النظام من الانضباط من الاحترافيه من كل الظروف اللي هم بيلعبوا فيها فانا بلعب في ظروفي وهم بيلعبوا في ظروفهم فبالتالي ان الاهلي يكون الاكثر نجاحا في المشاركات الرسميه محليا وقريا ده كان تتويج مهم جدا يسعد كل مصري وكل عربي وكل افريقي ان يكون النادي الاهلي المصري على راس الاكثر نجاحا في العالم شوف اللي بيسعدك ويشعرك بالفخر بالنادي الاهلي أن الاشتداد تأتي من الخارج أيوه مش من الاشتباكات المتعصبة داخليا هنا م. وفي كل إحصائية بتيجي الأهلي حاضر يا أول يا تاني أيوه في أي إحصائية يروحوا لها الأهلي حاضر يا أول يا تاني فطبعا الأهلي يكفيه فخرا التاريخ الدولي الموثق اللي ما حدش يقدر يلعب فيه